السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يكون المحتوى اللي احنا هنقدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة ده لسه أول يوم لنا في الشغل الجديد ده. ده شغل طبعا كان متأسس قبل كده، ولكن التأسيس بتاعه كان تعبان جدا والمعجون بتاعه تعبان، ضعيف يعني. فالسقف طبعا عزلناه بالصلة بنتريتنج اللي هو ده، تمام، اللي هو الصلة النائي. الجدران برضو عزلناها بسولر مائي عشان خاطر نشد المعجونة القديمة وتبقى كويسة معانا في الشغل الجديد. طبعا هيتسحب سكنتين تاني من اول وجديد، لان القديم ده خلاص ضعيف، فاحنا دلوقتي هنشتغل من اول وجديد عشان في الاخر الزبون يستلم الشغل بتاعه على اللندا، لان طبعا كل الاسبوتات ديت هتبقى ضربة في الحيطة، فلو في اي عيب او في اي حاجة هتكشف ده كله. الجبسن برضو طبعا اهم حاجة يتعزل بالسيلر بنتريتنج او سيلر نيل زي ما قلنا، تمام. طبعا لسه احنا بقى هنشوف الحاجات بقى، العيوب بقى دي كلها هنعالجها ان شاء الله. الزوايا متخلعة اهيات برضو هنظبط مكانها، فالله المستعان. دعواتكم كده ربنا ييسر الحال. وبرضه في فيوتك هنا ان شاء الله لسه هيركب هنا، لسه كورنيشة فيوتك تحت السقف، ربنا ييسر. لو عرفت اعمل لكم بقى فيديو برضه هنعملها لكم ان شاء الله. طبعا الشغل مركون بقى له فترة وبقى له زمن، فزي ما انتم شايفين الحيطان كانت متدمرة بصراحة يعني، هتاخد شوية مجهود والنجارة برضه سيئة جدا، لكن ان شاء الله ربنا ييسر وربنا يقدرنا وتطلع ان شاء الله حاجه حلوه يعني، تكون باذن الله حاجه غير الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي ده خالص. حد فكر يا جماعه الشقه ديت؟ السلام عليكم. اللي شفتوها في الاول كان شكلها ايه؟ الحمد لله بفضل الله وصلناها لمراحل كويسه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. الجدران نص صبغة فانيلا لاتيه، نص صبغة. عندنا هنا اوضة النوم اكسفورد، هنا كشمير فاتح،
حد فكر يا جماعة الشقة ديت اللي انتوا شفتوها في الأول كان شكلها ايه؟ الحمد لله بفضل الله وصلناها لمراحل كويسة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. الجدران نص صبغة فانيلا لاتيه نص صبغة. عندنا هنا اوضه النوم اكس فولد. هنا كشمير فاتح. حد فكر يا جماعة الشقة ديت اللي انتوا شفتوها في الأول كان شكلها ايه؟ الحمد لله بفضل الله وصلناها لمراحل كويسة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. الجدران نص صبغة فانيلا لاتيه نص صبغة. عندنا هنا اوضه النوم اكس فولد. هنا كشمير فاتح.